مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية في كل مكان، أسعد الله مساءكم وسائر أوقاتكم بكل خير وبركة. أهلا بكم في هذه الأمسية الجديدة من برنامج ظلال الأصيل، والتي نسعد بأن تكونوا معنا فيها وبأن يكون معنا فيها عدد من الضيوف الأكارم، لنطوف حول عدد من الموضوعات المهمة، موضوعات التي تلامس الوجدان السوداني والشارع السوداني، موضوعات اخترناها بعناية لتناسب أذواقكم. أهلا بكم. مرت علينا في الأسبوع الماضي ذكرى رحيل الموسيقار بشير عباس، ذلك الاسم الذي ساهم في تشكيل الوجدان السوداني عبر عدد من المقطوعات الموسيقية والألحان التي وضعها لكثير من الأغنيات لبعض الفنانين الذين تعاملوا معه، ألا فرحم الله بشير عباس، وظلت هذه الذكرى غالية وعزيزة على نفوسنا. أهلا بكم من جديد وظلال الأصيل. Thank you.
الرحمة والمغفرة لهذه التجربة الموسيقية الخالدة ولهذه العبقرية اللحنية التي استطاعت خلال عدد من العقود أن تقدم ما يخلد في وجدان الشعب السوداني.